بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي التلاميذ في مدرستكم عشتار الابتدائية الأهلية. معكم معلمة مادة القراءة للصف الثالث الابتدائي منى محمد. أعزائي التلاميذ، بداية قبل نبدأ في الدرس ننطي أهم الإرشادات الصحية وقوانين الغرفة الصفية للحفاظ على سلامتنا وسلامة أصدقائنا من الأمراض. من هذه الإرشادات اللي كلكم حافظيها لكن نعيدها بصورة سريعة: أجلسوا جلسة صحيحة، أرتدي الكمامة طوال الوقت، وأحرص على تعقيم ونظافة يدي، وأبعد يدي عن وجهي، لا أشارك كمامتي مع أصدقائي، وأحافظ على وجود مسافة كافية بيني وبين أصدقائي، أحرص على عدم مشاركة طعامي مع أصدقائي، وأحرص على عدم مشاركة أدواتي مع أصدقائي. وإن شاء الله يا رب تكونون بصحة وعافية. أعزائي تلاميذ الصف الثالث، موضوعنا اليوم طبعا هو إعادة قراءة لموضوع درسنا السابق اللي هو اسم الموضوع عمر العادل. طبعا احنا قرأنا الموضوع لكن الإعادة نستفاد منه حتى غدا ان شاء الله عندكم املاء واختبار بالمقطع اللي انطيتكم اياه بالتوثيقي، وحفظنا المحفوظة ايضا اليوم راجعها لكم. ولكن عندنا موضوع جديد هو التعبير الكتابي. تبع وياي نقرأ موضوعنا، هو عمر العادل. عمر العادل: خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد أحوال الناس. يتفقد يعني يسأل عن أحوال الناس وأمورهم. فوجد امرأة تشعل نارا تحت قدر وحولها أطفال يبكون، فسألها الخليفة قائلا. آية قراءة هذا المقطع: عمر العادل، خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد أحوال الناس، فوجد امرأة تشعل نارا تحت قدر وحولها أطفال يبكون، فسألها الخليفة قائلا: لماذا يبكي الأطفال؟ من علامات الترقيم علامة الاستفهام لوجود أداة الاستفهام لماذا. لماذا يبكي الأطفال؟ قالت: إنهم يبكون من الجوع. فقال الخليفة: وما الذي في القدر؟ أيضا علامة الاستفهام لوجود أداة أو اسم الاستفهام ما. وما الذي في القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. أعيد قراءة هذا المقطع من الموضوع، تبعوا وياي طبعا. لماذا يبكي الأطفال؟ قالت: إنهم يبكون من الجوع. فقال الخليفة: وما الذي في القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. نكمل قراءة هذا الموضوع. خرج، انتهوا وياي إن شاء الله إملاءنا. خرج الخليفة، انتبهوا التاء الآخرية اللي متصلة مع الحرف تكون شكلها مثل التسعة. خرج الخليفة بالضمة، الخليفة مسرعا، نطقتها نون ساكنة لكن هي تنوين الفتح، مسرعا، وذهب إلى بيته. إلى حرف جر، إلى بيته. بيته، انتبهوا الهاء من متصلة بالحرف هذا الآخر تكون شكلها أيضا مثل التسعة لكن دون نقاط، لأن هي تنطق هاء. بيته، أوكي. وحمل سمنا، معناها دهنا أو مثل ما يسموه زيت نستخدمه للطعام.
وحمل سمنًا بتنوين الفتح وكيسًا وكيسًا بتنوين الفتح من الطحين من الطحين النون مكسورة ورجع ورجع إلى المرأة ورجع إلى المرأة. نعيد قراءة هذا المقطع. خرج الخليفة مسرعًا وذهب إلى بيته وحمل سمنًا وكيسًا من الطحين ورجع إلى المرأة. نكمل قراءة الموضوع. ثم جلس ووضع مقدارا هذا حرف القاف ق مقدارا بتنوين الفتح من الطحين مقدارا من الطحين وقليلا بتنوين الفتح من السمن وقليلا من السمن في القدر وأعد يعني أحضر طعاما وأعد طعاما بتنوين الفتح طعاما للأطفال هي أصلها أطفال لكن ضفت لها للأطفال نطقت اللام مرتين للأطفال وأطعمهم هذا حرف الهاء وأطعمهم شبع الأطفال وفرحوا وناموا وخرج الخليفة مسرورا نطقتها بتنوين الفتح لفرحهم وخرج الخليفة مسرورا لفرحهم. أعيد. ثم جلس ووضع مقدارا من الطحين وقليلا من السمن في القدر وأعد طعاما للأطفال وأطعمهم شبع الأطفال وفرحوا وناموا وخرج الخليفة مسرورا لفرحهم. تمام أحبائي، الآن ننتقل إلى محفوظة دعاء تلميذ. كلكم حافظيها لكن نقراها سوا. دعاء تلميذ: يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات، اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات، اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات، وأعني في دروسي وإداء الواجبات، وأعني في دروسي وإداء الواجبات، وأنر عقلي وقلبي بالعلوم النافعات، وأنر عقلي وقلبي بالعلوم النافعات، واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات. أعيد قراءة المحفوظة، طبعا كلكم حافظيها. دعاء تلميذ: يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات، اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات، وأعني في دروسي وإداء الواجبات، وأنر عقلي وقلبي بالعلوم النافعات، واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات، واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات. هذه هي محفوظتنا دعاء تلميذ. الآن أنتقل إلى التعبير الكتابي اللي هو جدا سهل، 6 نقاط فقط، جدا سهل. التعبير الكتابي اللي هو فصل الصيف، صفحة 44.
أعزائي التلاميذ، أريد من عندكم كلكم تفكروا لي في فصل الصيف. ماذا يوجد في فصل الصيف؟ يلا نقرأ، نتدرب على قراءة الجمل. أولاً، الجو حار في فصل الصيف. الجو حار في فصل الصيف، أكيد من شدة حرارة الشمس. هذه هي الشمس، شدة حرارتها في فصل الصيف يكون الجو جداً حار. ماذا يفعل الناس؟ أين يذهبون في فصل الصيف؟ يذهب الناس إلى المصايف والمسابح والمتنزهات. يذهب الناس إلى المصايف والمسابح والمتنزهات. أكيد البعض منكم يذهب إلى حدائق، مسابح، متنزهات، مصايف أو سفرات أخرى في فصل الصيف. هسه نبدي. الجو حار في فصل الصيف. الجو حار في فصل الصيف. يذهب الناس إلى المصايف. يذهب الناس إلى المصايف والمسابح والمتنزهات. والمتنزهات. أعيد قراءة هذه الجملتين. الجو حار في فصل الصيف. يذهب الناس إلى المصايف والمسابح والمتنزهات. ننتقل بعد شنو موجود في فصل الصيف. أكيد من الجو حار كنا نلبس الملابس الخفيفة جدا، صح؟ ملابس الصيفية كنا نفرح بيها مرات. ويلبسون الملابس الخفيفة، تكون ملابسنا خفيفة مو مثل الآن تكون سميكة جدا، صحيح؟ حتى ما نبرد لأن جو كان بارد. ويلبسون الملابس الخفيفة. ويلبسون الملابس الخفيفة. 4. كم هي مدة الصيف؟ مدة الصيف 3 أشهر. مدة الصيف 3 أشهر، تبدأ في شهر حزيران. عندنا أحد الأشهر حزيران، يبدأ فصل الصيف في شهر حزيران. مدة الصيف 3 أشهر، تبدأ في شهر حزيران. تبدأ في شهر حزيران. ويلبسون الملابس الخفيفة. ويلبسون الملابس الخفيفة. مدة الصيف 3 أشهر. مدة الصيف 3 أشهر، تبدأ في شهر حزيران. ننتقل إلى بعد ماذا موجود في فصل الصيف. يكون فيه الليل أقصر من النهار، عكس فصل الشتاء. يكون الليل أطول من النهار، مثل ما تلاحظون احنا نهارنا قصير جدا لكن الليل طويل. أما في فصل الصيف يكون فيه الليل أقصر من النهار. يكون فيه الليل أقصر من النهار. 6. تعطل المدارس. تعطل المدارس، أكيد احنا في فصل الصيف نعطل. تعطل المدارس وتكثر فيه الفواكه والخضروات. في فصل الصيف تكثر فيه الفواكه والخضروات. جدا سهل وموضوع جميل اللي هو فصل الصيف. أعزائي التلاميذ، الآن راح أنطيكم مثل ما موجود بالكتاب، صح؟ موجود عندنا بالكتاب هذه الجمل اللي دربنا على قراءته، تمام؟ موجودة بأرقام غير متسلسلة. قلنا سابقا وشرحنا هذا الموضوع أن هذه الأرقام تدلينا على تسلسل الجملة بصورة صحيحة، حتى من نكتبها نتبع هذه الأرقام دون كتابتها، يعني دون ما أذكر رقم 1 5 2 6 4 3. تلاحظون أرقام غير متسلسلة. فصل الصيف، رقم 1، الجو حار في فصل الصيف. أني ما يصير أكتب رقم 5 بعد 1، لا، لازم أنتقل إلى رقم 2. يذهب الناس إلى المصايف والمسابح والمتنزهات. أكملنا رقم 2، أنتقل إلى رقم 3. ويلبسون الملابس الخفيفة، أيضا أكملنا رقم 3، أنتقلت إلى
رقم 4 مدة الصيف 3 أشهر تبدأ في شهر حزيران. انتقل 5 يكون فيه الليل أقصر من النهار. رقم 6 تعطل المدارس وتكثر فيه الفواكه والخضروات. أعزائي التلاميذ، كيف أقوم بكتابة هذا التعبير؟ تابعوا وياي وانتبهوا حتى تكون كتابتنا صحيحة. مثل ما تلاحظون وتشاهدون، أول خطوة نكتبها أو نعملها في كتابة التعبير، نكتب اسم الموضوع بوسط الصفحة. نكتب اسم الموضوع في وسط الصفحة. ما هو اسم الموضوع؟ هو فصل الصيف. فصل الصيف. الخطوة الثانية، أترك فراغ كلمتين وأبدي أكتب برقم 1، لكن دون ذكر الرقم رأسا، بس الجملة، فقط الجملة، فقط الجملة أكتبها. وأبدأ برقم 1، الجو حار في فصل الصيف. أكملت رقم 1، ماذا وضعنا؟ وضعنا الفاصلة أو الفارزة. هذه الفاصلة أخذناها، هي تفصل بين جملة وأخرى. وضعت الفاصلة، انتقلت إلى جملة رقم 2، لكن دون ذكر الرقم، فقط الجملة، يذهب الناس إلى المصايف والمسابح والمتنزهات. تمام، أكملنا رقم 2، وضعنا فاصلة أو فارزة، ويلبسون الملابس الخفيفة، فاصلة أو فارزة. مدة الصيف 3 أشهر تبدأ في شهر حزيران. أكملنا رقم 4، وضعنا فارزة لكن دون ذكر رقم 5، فقط الجملة كتبتها، يكون فيه الليل أقصر من النهار. وضعنا أيضا فاصلة. وصلنا رقم 6، تعطل المدارس وتكثر فيه الفواكه والخضروات. أكملنا رقم 6، انتهى التعبير، وضعنا نقطة نهاية لأن انتهى هذا التعبير، كتابة التعبير. مفهوم أحبائي صف الثالث؟ مثل ما تلاحظون هيك أريده مرتب بالدفاتر نفس ما أنا كاتبته. تمام، بعد عندنا بس هذا أريد تكتبوه. بعد عندنا عبارة الخط، أريد عبارة كتابتها مميزة عن كتابتكم الأخرى، يعني بصورة جميلة وخط جميل أيضا، أحلى خط أريده، وأحلى خط إن شاء الله تأخذون عليه درجة الممتاز أو علامة الممتاز اللي أنطيكم إياها. تمام، الخط عندنا هذه الجملة، رضى الله في رضا الوالدين وسخطه من سخطهما. رضى الله في رضا الوالدين وسخطه من سخطهما. صف الثالث، هذا الخط نكتبه أيضا في دفاترنا بعد التعبير. إن شاء الله غدا أصحح دفاتركم. أوكي، ننتقل إلى الواجب. مثل ما ذكرت لكم، الواجب البيتي كتابة التعبير الكتابي، فصل الصيف، صفحة 44، مرة واحدة في الدفتر، زائد جملة الخط. تمام، إلى هنا أعزائي التلاميذ انتهى درسنا لهذا اليوم. انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.